أسعد الله صباحكم. اليوم الثاني في رمضان، رمضان مبارك للجميع، وما زلنا في جائحة الكورونا، وما زال الوقت يضغط على الجميع، والالتزام بالحجر والالتزام بالقواعد وأسس السلام. تحية لكل من يشاهدنا اليوم، تحية للطلبة، تحية للأساتذة المعماريين، المهندسين، لكل مواطن، لكل إنسان في منزله أينما كان في الأردن والعالم العربي والعالم أجمع. أحيانا في بعض الإخوان بيقولون بتتكلم باللغة الإنجليزية، محاضرة كانت لنا قبل يومين تحدثنا باللغة الإنجليزية، احنا بنحاول نخلط between English and Arabic، لأنه في إلنا مستمعين وفي ناس عندنا طلاب بالجامعات أيضا يتكلموا اللغة الأساسية في الجامعة الأمريكية في مادبة هي باللغة الإنجليزية، فعندنا طلبة they speak in English and that's why if we have students they are speaking in English you have to bear with me إنه I have to speak in English. وبعدين some of the elements we talk about are scientific language. Today I will talk about something. Yesterday I spent the whole day doodling and developing some schematics by using the pencil for developing a landscape layout. And today I will start talking with you about a landscape design layout where I will show you planting design or how you do planting design. I will explain it in the drawings that I have done. So I will start now. I will start with something that I did yesterday, and I will try to explain what really I did, and maybe we'll go over some of these things together. This is the residential landscape. The north is up this way. This is the layout. This is the building or the house, and skewed, tilted, and this is the piece of land. The scale is about 1 to 200, and we have selected a swimming pool, a gathering area. Within the swimming pool, we have it here, it's south oriented, and facing that swimming pool, there is an arbor. And when say an arbor, I'm saying about I am talking about 1 arbor, which is an overhead structure. Usually I make 2 columns. Next to each other, and I will put that in that corner. As we said, this is the northern area. So west, northern west, it's already protected by the house, but I will plug in some coniferous trees. أشجار دائمة الخضرار إبرية. حطيت حور هون وبدأت وضعت مجموعة من النباتات واللي هي تستقطب وتمنع الغبرة وتمنع الريح الغربية والغربية الشمالية الغربية. الجهة الجنوبية لهذا المنزل، لاحظوا في الوسط ما حطيت ولا نبتة، هلا بحكي لكم، هذه الجهة الجنوبية. وضعت الجاكراندا، وفي العادة بجيب كتابي اللي هو نباتات تنسيق المواقع المعمارية بالأردن والشرق الأوسط، وببلش أفتح على كل نبتة بدي أستعملها. لكن قبل ما أبلش لازم أكون اطلعت على بعض الأمور المرتبطة بكيفية التعامل مع المداخل، كيفية التعامل مع النباتات، شو الإفكت اللي بدي إياه. وأيضا بفتح كتاب ثاني اللي هو قلت لكم إياه، جيمس تيرنر Plans for the South، وفي Recommended Experimental Mix of Small Sites، شو بتقدر تحط النباتات وشو تكوينها، وحتى شو الكلر، شو التايب، شو الكومن العلمي، الاسم العادي والاسم العلمي. ليش بنستعمل للنباتات الاسم العلمي؟ لأنه بنروح على محلات النيرسري بدنا نجيبهم، بقول واحد هات لي سروي ولا هو بطلع لي في صنوبرة، أو هات لي زيتونة وبجوز ما يعطي شو نوع الزيتون، فلذلك تتعدد الأنواع فلازم نعرف الاسم العلمي. هلا بدي أرجع على رسمتي. إذا الجهة هذه حطيت على الجهة الجنوبية الجاكراندا ريد بودز، كمان جاكراندا، وعلى الجهة هذه أيضا حطيت هون في هذه الزاوية نبتة متساقطة وارفة الظلال اسمها ألمس بارفافوليا. ألمس بارفافوليا هاي كانوبي تري، نبتة وارفة الظلال،
وفي المنطقة هذه، لأنه ما عندي منطقة هون اللي أقدر أعطي بالمنطقة الجنوبية، عملت مقاربة قريب لهون لأنه الكيتشن موجود في الديزاين والمطبخ هون لهذا، فعملت أودن ديك وبجنبه عملت حديقة خضروات بهذه اللي بنقدر نحط فيها الهيربز، الهيربز النعنع الريحان الزعتر كل هذه الشغلات. بجوز أحط لي 3-4 بيوت بندورة بيت خيار فيها الثلاثة وعملتهم ترست. هلا بورجيك في بورجيكم بالمقطع كيف. أيضا وراء هذا المعرش حطيت 3-4 شجرات سروات وارفة الظلال، اللي هي السرو اللي هو هذا هو اللي هو كابريسس سيمبرفارز إيتاليكا، السرو العمودي ما بأخذ حيز كبير وفي أنواع منه and it goes vertical. وزي ما حكيت تفتح على أي واحد، تفتح على أي كأنك تتعامل مع ديكشنري بتشوف كابريسس. Where is capricious sempervirens? C-U-B capricious. See which is this Italian cypress evergreen distinctive form one of the most popular plants in the Mediterranean. من أهم النباتات بالشرق الأوسط. Spider mites are serious pest problems. بعد مرات في عندنا مرض اسمه spider mites. Distinguished from juniper by coastal textured foliage. We used as a windbreaker, edging the tree planted in tight places. لما يكون عندي tight place بجيب هالسرو وبحط. وعلى الجنب حطيت الريدبد اللي هو سيرسس كانادنسيس، أو نفس العملية برجع بفتح الكمبيوتر دفتري وبشوف شو سيترس سيرسس كانادنسيس. Which is this plant? 6 meters, spread 4.5. It's my Chinese red bud. متساقطة الأوراق وعادة في إلها الآن. الجميل فيها كل الفلاورز تبعها بتنبت قبل الفويلج، مش الفويلج وبعدين الفلاور. فthis has a very nice pink. شو بشابهها؟ بشابهها إشي اسمه البيتش أو بروناس بيرسيكا اللي هو الدراج. تقدر كمان تزرع بدالها دراج أو دراج. على هذه المنطقة، المنطقة الشرقية اللي north is this way، هذه المنطقة الشرقية اخترت بابلس نايجرا في جار هون، فلازم أعمل complete screening. فعملت screening. هلا تريك لما أطلع الديزاين تبعي، لاحظوا this is the residential landscape. تركت هاي البول، البول حوالي 6 متر في 10، ممكن تتراوح لأربعة على خمسة. وأنا عادة لا أحبذ البرك السباحة في البيوت، مش لأنه بدها مية، لأنه بدها maintenance كثيرة عادة، وبعدين بيستعملها الواحد شهر شهرين بعدين ببطل يستعمل البول. فيو كود يوز ات فوق، بس انا حطيتها حتى نشوف الديزاين. حول البول لاحظوا انا حطيت 3 مناطق ممكن تتحرك عنها، لكن هاي المنطقه سكرتها من البول، ما حدا بيقدر يطلع عليها حتى الجرين يكون كانه عاض على بركه السباحه. حطيت روكس ات ذس ايدج روكس ات ذس ايدج، وعملت زي انجل 3 ستيبس تنزل برياحتك 80 سنتي 80 سنتي للبول. هذه المنطقة بتكون عمقها حوالي 50-60 سنتي، هاي بتكون 1.65. internationally صارت البولز 165. ودايفينج is not allowed as residential houses in the pools، لأنه دايفينج could be critical sometimes، ما بتعرف شو بتنع، فلذلك هلا standards 1.65. كمان عملت الانجولار كومبوزيشن. لاحظوا لما تعمل twisting بالانجولاريتي هون بصير طالع انت من هال انجولار، بدك تحترم هالانجولاريتي تاع البيت او التكوين اللي هو المثلثات او الزوايا 45-35 وتبلش تعمل. حطيت نخلة بهذه المنطقة which is a high canopy tree وفرغت الساحة، عملت هذا حوالي 20-30% hard landscape. حطيت بقعة صغيرة من العشب، حطيت hard landscape which is a wooden pavers الآن بستعملهم برا. This is very simple, very light. كل النباتات موجودة في التريد اللي أنا نقيتها. حطيت هون نبتين غار، حطيت نبتين أشجار، حطيت تيني at that edge. كل اللي بتحاول أنت تعمله إنه تعطي combination of plant materials اللي تكون موجودة في المكان. إذا السور عندي والأسوار هون على الأطراف تبعها بحط لونيسيرا سيمبرفيرنس اللي هي نوع من أنواع اللونيسيرا أو الياسمين. الياسمين في ياسمين عراقلي، في ناس بفكروا اسمه ياسمين عراقي، لا هو ياسمين عراقلي متواجد بكثافة في حوض المتوسط لأنه هو الياسمين الأصفر
ورانا في ياسمين أصفر هلا بنورجيكم إياه بعد شوية اللي هو جلسيميوم سيمبر فيرنز لأنه تبلومز توايس أير وحتى اللونيسيرا سيمبر فيرنز I hope I have it here. لاوراس نوبيليس حكيت عنه الغار حطيت تنتين هون في المنطقة الشمالية ولاوراس نوبيليس خليني أشوف لونيسيرا L O I yes لونيسيرا سيمبر فيرنز اللي هي trumpet honeysuckle, evergreen vine, attracts birds and butterflies. Flowers will when active growth is over. Fertilize من فترة لفترة. بدها moderately dry soil. Old specimens usually have a dense canopy. It's recommended to use for overhead structures or fences. الهاني ساكل جميل جدا واذا بتتذكروا زمان احنا صغار كنا ناخذها ونمص فيه كانها رحيق جوا it has a beautiful you can really use it لا تزهر حتى يكتمل نموها لكن عاده متسلقات مجموع خضري كبير لها وبتتحمل التقليم هي والياسمين الاصفر لونيسيرا سيمبر فيرنز ولونيسيرا وجلسيميوم Simple virans, let me see if I find it. KLMNOPQ. في عنا جازمينم, بريلينيوم مينيوم, اللي هو اليالو جازمين, evergreen shrub, erosion control plant, good soil preparation بدها, excellent slope stabilization, pruning is a must, لازم تتقلم لأنه دائما بتهيج أكثر, لكن عادة it blooms twice a year أو بتفقل طول فترة إزهارها والجميل في هذا الورد الأصفر تبعها بكثيف بنزل على الأرض اتركه على الأرض أسبوع ثلاثة أيام لا تشيله لأنه it's a beautiful color لما يكون بالحديقة إذن على هذه الأسوار بنحط اللونيسيرا سيمبر فيرنز ثلاثة لونيسيرا ستة جازمينم ممكن نحط ياسمين عربي اللي هو الياسمين الشامي وأيضا كمان كثيف هذه بتساعدنا جدا الآن بدي أطلع شو سويت أنا هلا بدي اورجيكم سكشن ثرو مقاطع فيه هاي في سكشن اي اي هيك بتطلع بهذا الاتجاه سكشن بي بي بتطلع هون من في المعرش وسكشن along one which is an AA هذا السكشن زي ما انتم شايفين بتطلع انا بهذا الاتجاه فبشوف التكوين اللي عندي المعرش في سيتي مقعد رفعت المعرش درجتين 14 و 14 28 سم وما بين المعرش وما بين السور هالمترين أو ثلاثة عملت بيرم وعملت هون زي سويل يعني ما خليت إذا بتلاحظوا خليت سويل يعني هذه رفعتها متر نزلتها ورجعت رفعتها لأنه هذا السويل لما تنشتي الدنيا دائما بتجمع مية فيه فبتقدر تعطي مياه للمناطق هاي طبيعيا هذا بسموه you make a small channel of natural soil وهذه الأرض بتكون ارتفعت من 20 لمتر بهذه الطريقة تعطيك تدرج وبتكبر الحديقة تبعك وبصير عندك فيجوال فزي ما انتو شايفين هذا المعرش نوعين آسف الفنس فنس من جدار متر ونص وفنس متر من الخشب أو من الحديد وعليه حطيت اللونيسيرا سيمبر فيرنز وإيطاليان سايبروس ورال جاكراندا قدامه الريد بود ما لونت إذا بتلاحظوا ما لونت ولا شيء هذا الحور كيف برتسم ببين دائما الترنك والأغصان الداخلية لأنه زي ما حكينا هذيك النهار إنه الحور بيجيب it attracts birds وسريع النمو fast growth بيساعد كثير وهذا الفنسينج فصار هاي السكيل اللي انتو بدكم تشوفوا فيها دائما تدرج smaller plants medium trees large trees ما بجي بحط فورا زي ما بتشوف معظم الزراعيين عندنا البيوت ما بتتعامل زي الزراعة أتول بجي للمقطع الكبير تبعي look at this section اللي هو هذا المقطع اللي بتطلع أنا الآن بهذا الاتجاه بتطلع على الخضروات بتطلع على منطقة المعرش وبتطلع على هذه الجهة اللي موجودة اللي هي
هذه facing north هيك أنا I am facing south. طلعوا شو حطينا على الساوث. I placed هاي المنطقة اللي هون هاي منطقة المطبخ بطلع لهون على الخشب في خشب عندي على الخشبات بحط two planters في البلانترز هدول بحط الانيوالز تبعيني شو هم الانيوالز؟ الانيوالز دايما بنقي البتونيا والخبيزة هدول all year around 6-7 أشهر والفينكا الفينكا ميجر والفينكا ماينر الفينكا ميجر ممتدة بتمتد هذه الأحواض اللي هي مرفوعة وشوفوا كيف it's inclined I inclined it هذه اللي فيها الفيجيتابلز حطيت هنا ممكن أحط سفرجلة هنا ممكن أحط برونس سيريفرا هذه الألمص هنا حطيت ساروتين وممكن بدل هدول أحط لايلندي أو أحط إشي شبيه منهم اللي هي الجولد ستار اللي رائحتها ليمونية وأيضا إبرية حطيت روك فورميشن وبعدين زي ما أنتوا شايفين تدرج حوليات نباتات صغيرة شجيرات هيها زي ما حطيتها هون اللي هي إما شيح أو فينكا ميجر هون شيح وبعدين وراه هيبسكس روزا أو هيبسكس سيرياكس اللي لون زي الليلك وبعدين هاي المعرش وحطيت السيتينج تبعه المعرش عمود عمود أربع عمدان حوالي خمسة سنت حوالي كل عمود ثماني سنتي بثماني سنتي أربعة بجنب بعض بكونوا وبينهم فراغ بعطي مور أحسن ما تحط عمود عشرة أو 12 سنتي ب12 سنتي وحطينا هدول الجريدرز اللي فوق وبعدين بتحط الميجر بيمز وفوق الميجر بيمز بتحط الود بيسز اللي بدك اياهم ورا المعرج فور فيرتيكال شوفوا فور فور تو تو ون ثري وهون كمان اذا هان حطيت ريد بد هون ريد بد او بدراقة او دراقة ات كود ورك وهي الفنس الخشبي الخلفي وفي ناس بيقول طب شو نوع الخشب في ناس كتير بيستعملوا تيك وود في ناس افريكان وود تريتد وود بريشر تريتد وود انا بستعمل خشب السويد وخشب السويد اذا تعالج او بتجيبه معالج بقعد في عندي معرش في المنزل صار له 25 سنة ان وكل 3-4 سنين بندهنه مرة واحدة and it's doing beautiful هذا بالنسبة لهاي المنطقة اللي عند البول اللي هي هاي المنطقة I حطيت فيه هنا section صغير اسمه AA which is very small ما بين البول على الزاوية حطيت الأرزة aromatic منطقة الشمالية أيضا وحطيت اللونيسيرا simple virans الهاني سكل كمان رائحة juniper شوفوا هذا هون صفر هون برفع التربة في المنطقة هيها صفر هون 50 سنتي هون في سويل حطيت في small grassed area بقدر أحطها أو بحط الخبيزة juniperus horizontalis وبستعملهم بهالطريقة هاي This is a way to handle and present your work كتير ناس بيقولوا الرصاص التعامل مع الرصاص مش شرط ألونها لكن بقدر ألونها رايح إن شاء الله أصورهم وأورجيكم إياهم صورات بالرصاص ومصورات بالألوان وإنتوا اللي بتقدروا تحكموا على which way ألا لما أخلص أنا هذا الحكي بعد طبعا ما كنت عملت سايت أناليسيز واشتغلت بدي أورجيكم I will do a quick بيسموه thumbnail sketch What is a thumbnail sketch? A thumbnail sketch it's a place where I do a quick sketch a quick sketch لا بعمل rules ولا ما بعمل rules هلا ما بعمل construction كبير لإله بس شو بسوي باخد one point perspective لي هون ومن هاي واحدة تانية هون برسم my pool very quickly السور اللي عندي والسور اللي عندي وأنا متوقع إنه أنا واقف هون بتفرج على هاي المنطقة هذه منطقة الخضروات هذا المعش المعرش تبعي طبعا هلا بده يصير له بوينت ثانية تختلف عن هذولاك البوينت هون في عندي نخلة وهون في عندي سبيسيمن اللي هو البيراميديكال شيب اللي هم السرو الأرزات هنا عندي النبات اللي هو البابلس نايجرا هذا ببسطه بهالطريقة هاي بعدين بحطه وبرجع بحط فوق هذا بشوف بعمل another sketch وبعد هذا بجيب
ورقة جديدة من إشي اسمه الوايت تراش بيبر، هذا أرخص ورق ممكن تلاقيه، وإتش ترانسبيرنت، تقدر تحطه فوق الثانية وتعمله، فبطلع عندي a plan where I have a perspective to grasp the area. عندي النخل اللي هون، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية، حطيت هون في عندي ال شو بيسموها ال الأرزة، وكمان في أرزة تانية هون نسيت أرسمها من العجل مبارح، بس I have another سرو سيدرس ديدارة، سيدرس ديدارة أو سيدرس لبناني. والحلو في الأرز أنه distinctive plant، نبات جيد جدا مكافح للتلوث، بيمتص الغبرة ويتجدد بس لا يتساقط. هدول الحورات لأنه في جيران ورانا، هذا القاعدة، هاي القاعدة اللي هون، this is a human being، this is my pool. عادة أنا في البولز I leave جزء من واحدة من البولز بسكره، بخلي الجرين أو هذا يهجم على السويمينج بول، ما بخليها من الأربع جهات زي ما بيعملوها دايما. ممكن تعملها من طرفين وتخلي طرفين، وعملت زي سيتينج، سيتينج في البول، حتى البول إذا راحت المية فيها خلي فيها سيتينج أريا 3-4 درجات، وتكون على جهتين، هذا الجهة والجهة هاي. ألا بجي للهارد لانسكيب، الهارد لانسكيب اللي عندي بلاط، والبلاط مش شرط يكون مربعات ومستطيلات، بداخل مربعات مع مستطيلات متداخلة في منطقة السويمينج بول، ولازم يكون أنتي سليبري، يعني بلاط ما يزحلق عليه الناس، لكن ممكن تستعملوا جرانيت، ممكن تستعملوا ستون. في ناس بيقولوا ليش ما بنستعمل ستون، أنا بقولكم لأنه ستون إذا نزل عليه أي إشي وانت بتعمل باربيكيو او بتطبخ او بتسوي صعب جدا ازالته، لكن الان صار في outdoor ceramic tiles or tiles that could porcelain مقوى يستعمل لخارج المنزل. هذه بسرعة كيف استخدمنا نباتاتنا وتعاملنا معها، وممكن تضيف قائمة شوي شوي، تحط هون ليفستونا تشاينانسيز نخل مقزم، الجونيبر بطلع عنا هون، شوية حوليات هون، شوية حوليات، هذه الخضروات موجودة هون، ممكن هذا الجهة الشمالية أيضا أحط فيها ثلاثة نباتات متساقطة، بدي أحط سفرجل بحط، تفاحة بحط، لكن أكثر من 3-4 نباتات خضرة أو فواكه في المنزل لا يحبذ، لأنها بتجيب أمراض وبدها رش وبدها عناية. لكن الآن تعلمنا من أزمة الكورونا لازم الواحد يكون عنده في البيت إما معرش عليه عنب أو يكون عنده توتة. أنا عندي في البيت زي ما ورجيتكم قبل حوالي أسبوعين في توتة مهدلة، في ليمونة، في سفرجل، في بارز حمراء اللي هي زي برونس خوخ صغير، هذه كلياتها تستطيع أنت في المنزل تخليها، بس ضروري يكون عندك لو على الأقلية جزء يكون فيه هيربل. لكن نصيحة، لافندر، لوزمري، شيح، نباتات طاردة للحشرات تستطيع. إذن الآن أنهينا هذا السيشن اللي حكينا لكم فيه بسرعة وإيجاز عن التعامل مع planting design. التعامل مع النباتات لازم تعرف ألوانها، شو اللون الغامق وشو الأخضر الغامق وشو المصفر، الجولد ستار، بيختلف الجولد ستار عن السرو العمودي. السرو العمودي الإيطالي غامق، الجولد ستار زي السرو العمودي أصغر لكن فاتح. الجلسيمينيوم سيمبرفارن زي ما إحنا هلا إذا بدنا نطلع على الكاردن we can look at it aside from here، إذا بتقدروا تشوفوا هذا اللي أنتوا شايفينه اللي هو الياسمين الأصفر، وجنبه في جولد ستار، تحت في جونيبر، وراي في هايدرونجيا، هذا اللي بحكوا عنه الفنس. هذا الفنس صار له 20 سنة، اللي هو خشب عادي، خشب سويد، والخشب السويد مش غالي، يعني في ناس كثير ممكن تستعمله، لكن زي ما انتم شايفين انا الان في مكتبي لكن بقدر اطلع على الشارع، الشارع ما بقدر يكشفني لانه اللي بمشي بشوفه بس، واللي بشوفه بكون تقريبا ارتفاعه حوالي متر، الانسان اقل من هذا الفنس، فانا بشوف مين بمر امامي لكن هي كانت سيمي لا يستطيع انه يشوف. هذه مبادرة اليوم سريعة، نغير
المود تبعنا من الرسم بالألوان، لكن أيضا لازم تعرفوا إنه الرصاص والرسم بالرصاص هو تول رهيب جدا، تستطيع أن ترى شغف المكان اللي بتصممه. طبعا هذا باب يجيب يوم وليلة، it takes a lot of practice. بس كمان قبل كم يوم أنا بعت للجميع وبلشت أنزل شغل بعض الطلاب في مادة الرسم الحر. هذا الفصل أنا ما بدرس مادة اللاندسكيب، لكن إن شاء الله سنستمر في الفصل القادم بمواد أخرى، لكن هيدي قاعدين بنشارككم عن بعد باللاندسكيب ديزاين. لي زي ما حكيت، خلي كتبك حواليك، خلي قائمة النباتات حواليك. Plants for the South it's a good book to keep. نباتات تنسيق الموقع، وأيضا في ثلاث أربع كتب بكونوا عندك اللي بورجوك أشكال النباتات. علم النباتات كبير، كل ما زدت أنواع النباتات في حديقتك كل ما صار الوضع عندك مش صح، لأنه you are not a botanical designer. خلي عندك 10-15 نوع تتأقلم معهم، وابعد دائما عن المزهرات، خليهم دائما لا تزرعهم على الأرض، خليهم في قواوير أو في قوارات أو في كونتينرز لأنه بدهم مية وبيحتاجوا لمية كثير. وابعد عن الجراس إيريا، خليك تعامل مع جراوند كفرز زي قطر الندى أو الخبيزة. دائما دائما في قواعد للتعامل مع الحدائق، وهذا علم أصبح وليس شيء يخطر على البال. تقدر تزرع وين ما بدك وشو ما بدك. في شيء بيجيب أمراض مثل البياض الدقيقي والمن، في بعض الناس بيجيبوا اليوانامس وبيحبوا نبات اسمه اليوانامس، أو بيحبوا الثويا اللي بتجيب الذبان الأزرق الكبير. في بعض النباتات you have to stay away from it، أو في إلها أماكن أخرى ممكن أنت تزرعها. أما في البيت بدك تكون حريص شو أنواع النباتات اللي عندك. لازم تكون إبرية أروماتيك إلها أسم، لازم يكون 70% منها إيفرغرين لأنه ما بتغلبك، ودائماً بتكون عايشة على ما بدها مية كتير، لأن المية في الإيفرغرين دائما بتكون من الشتاء في عندك، فما بتحتاج إنك ترويها دائما. اللي بده يروي دائما المتساقطات الحوليات. أسعد الله يومكم، رمضان كريم. في هذا اليوم المبارك ندعو ونبتهل إلى الله أن يفك هذه المحنة عنا جميعا. وأنا أعتقد أننا في عصر جديد بالتعامل مع الالتزامات المنزلية والالتزامات العالمية. رايحين نتعود، وتعودنا فعلا رب ضارة نافعة. نأمل الخير للجميع، لكل مصاب السلامة بإذن الله، وإن شاء الله تفرج. أما للكوادر الطبية اللي في ناس منهم صاروا 3 أسابيع أو شهر ما التقوا بأهلهم، أنتم الأحبة، أنتم أدامكم الله. كوادرنا في العسكر والأجهزة الأمنية والجيش، أينما كنتم أينما حللتم، أنتم شعار للوطن. التضحية للوطن تقومون بها، مقدر جهدكم، عافاكم الله ووفقكم. سلام لكم، سلام منكم، سلام عليكم.